كيف يحب أطفالنا القراءة؟ مما لا شك فيه أنه بوجود الشبكة الدولية والحاسب الآلي والفضائيات، تكاد القراءة تنهزم بوصفها وسيلة للمعرفة والمتعة، فهي تكاد تختفي أمام المنافسة الشديدة مع وسائل المعرفة الحديثة. ولكن خبراء التربية يشددون على ضرورة الاستمرار في القراءة، ويلحون على الأهل بضرورة تعويد أبنائهم منذ سن مبكرة حب الكتاب واللجوء إليه للحصول على المعلومات. ولو قارنا بين القراءة وبين هذه الوسائل لوجدنا أن القراءة تتمتع بسبع مزايا تجعلها تتفوق بها، وهي حرية الاختيار، وحرية الوقت والمكان، والرخص واليسر، والبقاء ودوام الاقتناء، وسهولة المراجعة، وسلامة اللغة، وسهولة الترسيخ في الذاكرة. وتعود أهمية الكتاب ليس لأنه مصدر للمعرفة فحسب، بل لأنه وسيلة مهمة لتنمية الخيال وإثرائه وزيادة مقدرة العقل على التفكير والاستنتاج. وما يزيد من قلق الاختصاصيين هو الانحدار الواضح في نسبة القراءة بين المراهقين، حيث إنهم جيل التلفاز، وتزداد نسبة الخطر الآن بوجود الشبكة الدولية، حيث يسيئون استخدامها. ولكن يبقى الأمل معقودا، حيث بالإمكان غرس حب القراءة في الأطفال بقليل من الصبر والتخطيط. القراءة في حد ذاتها ليست عملا يسهل تعوده، بل يتطلب كثيرا من الدأب والمثابرة والحيلة من طرف الأهل لتوجيه الطفل نحوها بأسلوب محبب دون ضغط أو إكراه. لذلك ينصح التربويون الأهالي بعدم الربط بين القراءة بوصفها متعة والقراءة بوصفها مهارة ضرورية لإتمام عملية النجاح والتطور الدراسي. وإن لجو الأسرة دورا أساسيا في تهيئة الطفل لتعلم القراءة وتعويده عليها، فإذا نشأ الطفل في جو لا يكترث بالقراءة فلا أبوان يقرآن، ولا تقع عين الطفل في البيت على مجلة ولا كتاب، فكيف سيتعلم القراءة وأن له أن يحبها؟ إن الأبوين القارئين يساعدان أولادهما على حب القراءة. ويقدم خبراء التربية 14 وسيلة تساعد الأم على غرس متعة المطالعة والقراءة لدى الأطفال، وهي: على الأم ألا تقطع على طفلها القراءة من أجل شرح معاني الكلمات الصعبة، لأن الطفل لا يحتاج كثيرا إلى التعرف إلى معاني الكلمات، فجرس الكلمة وصوتها يعطيان الطفل مجالا للتوصل إلى مدلولها، ورغبة الشرح الزائد تقتل عنده رونق القراءة وتقطع عليه سحر التخيل. لا تطلبي منه أن يقص القصة التي قرأها بشكل مباشر، ولا تطرحي عليه الأسئلة بصورة منتظمة، فالقراءة هنا
يجب ألا تتحول إلى قراءة نص وحقل اختبار لمعلوماته المدرسية. شاركيه قراءاته، وحاولي أن تطلعي على كتبه التي يقرأها إذا دعت الحاجة، وحاوريه بذكاء عن موضوعاتها. قاسميه متعة وسعادة القراءة، كأن تقولي له: تعال نجلس في الصالة لنقرأ معا لمدة ساعة، فهذا يعوده الانضباط والانتظام لوقت محدد. تابعي له قراءة القصص المسلية بنفسك، حتى لو كان يملك مهارة القراءة، فقد يساعده أسلوبك الشيق في التعبير عن أجواء القصص، فيشد اهتمامه إليها ويرغبه في متابعتها حتى النهاية. وتوقفي عن القراءة بنفسك متى أصبح في الصف الثاني الابتدائي، حتى يألف عملية التعرف إلى شخصيات القصة بنفسه، ويصبح بمقدوره عندها إنهاء القراءة وحده. ومن أجل توسيع دائرة معارف طفلك، أشركيه في مجلات دورية ملائمة لعمره، إذ كلما تنوعت مصادر القراءة بشكل جذاب وهادف، استمتع بالمطالعة وأصبح شغوفا أكثر بالمعرفة. حاولي أن تصطحب ابنك إلى المكتبة، ودعيه يختار قصصه المفضلة ومن الجناح الخاص الذي يتناسب مع سنه وقدراته اللغوية والفكرية، وتجنبي ما يفوق مستواه كي لا يرهق وتموت بالتالي رغبة القراءة عنده. وحفاظا على جاذبية القراءة، لا ترغميه على قراءة كتاب ضجر منه أو وجده مملا، بل استبدلي فورا به قصة أكثر طرافة تعيد له المتعة والتسلية. واسمحي له بين الفينة والأخرى بالعودة إلى كتاب دون مستواه سبق أن قرأه، فله الحق في ذلك. اقترحي عليه على سبيل المثال أن يقرأ قصة لأخيه الأصغر منه، فهذا يعطيه إحساسا بالتقدير ويعزز ثقته بنفسه. لا توجهي له ملحوظاتك لدى تكراره قراءة قصة ما 10 مرات، لأن الأطفال يعشقون تكرار انفعالاتهم وإعادة تجربة الأحاسيس الممتعة. لا تترددي أو تتخوفي من قراءة القصص الشائقة التي تتضمن بعض المواقف المخيفة، شرط أن تكون النهاية سعيدة. فالقصة هنا تغدو مسرحا يفرغ فيه شحنات العدوانية والقلق، حيث يسقطها على شخصيات القصة، وهذا يساعد الطفل على النمو عاطفيا. أكملي فترات القراءة النهارية بفترات مسائية تقومين فيها بابتكار قصص جديدة من نسج خيالك، لأن الأطفال يحبون صنع الشخصيات والأمكنة لاختراع المغامرات الشيقة فيها. عودي طفلك احترام مواعيد القصة أو فترة القراءة، وأتيحي أمامه المجال لنسج أو تأليف قصة يقوم هو بأدائها وتمثيلها على طريقته الخاصة. اختاري له قصصا موجزة ومختصرة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وعن تاريخنا الإسلامي الحافل،
حتى يقف على الدرب الصحيح الذي سيوصله بعون الله إلى الثقافة المطلوبة بعيدا عن سفاسف الأمور.